أمه قاعدة منهارة ودموعها على خدها ومش بتقول غير كلمة واحدة على لسانها طول الوقت. حسدوا الولد وعيونهم خلصت عليه، حالتها تصعب على الكافر. أما أبو إسماعيل الليسي فواقف في العزا بتاع ضدى ابنه وهو ماسك نفسه بالعافية ومش شايف قدامه من الوجع والحزن. فتعالوا معايا أعرفكم تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ضدى الليسي وإزاي أصبح حال أمه وأبوه بعد صدمة عمرهم دي في ابنهم أعز ما يملكه من خلال الفيديو ده. حالة من الحزن والوجع الشديد والصدمة الغير عادية عايش فيها الفنان الشعبي إسماعيل الليسي وكمان والدة ضدى البلوجر شيماء سعيد بسبب رحيل ابنهم عن الحياة بطريقة مفاجأة بعد ما كان بيلعب في الدور العاشر في الشقة وكان بيجري وتشنكل ووقع من البلكونة. كمان دماغه اتخبطت في التكييف بتاع الدور التاسع ونزل على الأسفلت عشان ينتهي كل شيء. الخبر كان صعب قوي على والدة ضدى البلوجر شيماء سعيد اللي كان ابنها ده نور عينيها ربنا يصبرها، لأنه كان دايما معها طول الوقت بيضحك وبيلعب وبيخرج معها كمان في الفيديوهات على السوشيال ميديا وبيطلب من الجمهور انهم يكبسوا معاه مو مع والدته. وكان معظم الفانز بتوعها وبتوعه بيحبوه جدا لأنه كان دمه زي العسل الله يرحمه، وعشان ذكائه حسدوه زي ما قالت والدته اللي كانت طول الوقت منهارة ولبسة اسود ودموعها على خدها ومش مصدقة ان ابنها خلاص فارق الحياة ومش هتشوفه تاني خلاص. شيماء سعيد غير انها بلوجر وعندها يجي مليون واحد من الفانز، هي كمان ميك اب ارتست مشهورة في امبابة بتعمل بوتكس وفيلر للبنات وكله بيشهد بشطارتها. كانت بتطلع ابنها ضدى معاها على تيك توك يعمل دعاية للبيوتي سنتر بتاعها، وغير كده كانوا بيعملوا فيديوهات لايت كوميدي عن حبهم للأكل وإزاي كان ضدى بياكل أكلها كله الله يرحمه وكمان يصبر قلبها على فراقه. أما بقى إسماعيل الليسي والد ضدى فكان واقف عزا الولد وهو حزين قوي وجنبه حمادة الليسي أخوه، وكل الناس راحت العزا في منطقة امبابة عشان يقفوا جنب ابن حتتهم ويعملوا معاه الواجب لأنه مش بيتأخر عن أي حد. إسماعيل الليسي كان واقف مكسور في العزا ومش دريان بأي حاجة بتحصل حواليه، قاعد يتكلم عن ابنه صورة حزينة قوي وبيقول ابني كان أملي الوحيد في الكون ومات، عملت كل البدع عشان خاطره، كان معايا امبارح في فرحين وغنى معايا، حسيت ان صوته احلى كمان من العادي واكبر من سنه. الليسي كمان قال ان ابنه ضدى طلب منه انه يشتغل معاه الفتره اللي جايه، بس للاسف الشديد ملحقش بقى يحقق امنيته الاخيره. العزا بتاع ضدى كان كبير وكان قدام البيت بتاع اسماعيل الليسي وحضروا كمان فنانين كتير كلهم من حبايب اسماعيل واصحابه زي حماده هلال وحماده الليسي ورضا البحراوي وكمان شيكو وبعض مطربين المهرجانات. كمان جه النجم محمد عدويه ومرات الفنان عصام صاصه، وكمان قدم العزا الفنان حلمي عبد الباقي ونقيب المهنه الموسيقيه مصطفى كامل وصبحي خليل وحوده بندق وطارق عبد الحليم. كمان ظهر معاهم طاهر ابو ليلى رحم الله ضدى ابن اسماعيل الليسي واسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وزويه الصبر والسلوان.